أعزائي المشاهدين، يسعدني أن أرحب بكم من جديد في سلسلة الحوارات التي نخصصها لحصيلة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للخمس سنوات الماضية، والتي نستضيف فيها السيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك. أهلا وسهلا بك مجددا سيد عزيز الرباح. مرحبا، شكرا. نعم. مرة أخرى شكرا، مرحبا بك. إذن حلقة اليوم سنتطرق فيها لقطاع النقل الجوي والمطارات. يلعب قطاع النقل الجوي والمطارات دورا مهما في الاقتصاد الوطني وكذا من الناحية الاجتماعية، وأيضا هو صورة يعني لكل زائر للمغرب، لأنها أول بوابة لكل زائر للمغرب حول المغرب. يعني ما هي الحصيلة التي قمتم بها في هذا الإطار يعني لتطوير النقل الجوي والمطارات؟ أعتقد أنه النقل الجوي بصفة عامة، الطيران المدني، يعتبر من أهم القطاعات بالنسبة لبلادنا، لأنه مرتبط بالاقتصاد، مرتبط أيضا بالمواطنين لحركة التنقل، ومرتبط أيضا بالسياحة درجة الأولى. وتعتبر المطارات هي من نصطلح عليها بأبواب السماء للمغرب، فالزائر سواء كان مغربي أو كان أجنبي دخولا وذهبا وإيابا من خلالها يخوض نظرة على هذا الوطن الحبيب. ولذلك كان لابد أن تكون هناك عناية خاصة. يمكن أن أقول أول ما اهتمينا به هو إصلاح المؤسساتي، إصلاح مديرية العامة للطيران المدني وتأهيلها بكافة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية باش تقوم بالدور ديالها. ثم أيضا المكتب الوطني للمطارات، نظرا للمعاناة التي عانى قبل مجيء هذه الحكومة، والجميع يعرفوا يعني هذه القصة، فكان لابد من يعني إعادة النظر في هيكلة المكتب الوطني للمطارات، ثم تنزيل العقد البرنامج للشركة الوطنية، شركة الخطوط المغربية لارام، اللي هو من 2011 ل 2015 واللي أعطى نتائج مهمة، وأصبحت الشركة المغربية اليوم من شركات منافسة إفريقيا وعلى مستوى العربي وعلى مستوى البحر المتوسط، وهي الآن تعتبر من أهم الشركات يعني فهد المجال. فأعطينا أهمية لهذه الإصلاحات وهذه الالتزامات في إطار العقد البرنامج الذي أشرت إليه. أعطينا أيضا أهمية لمراجعة المنظومة التشريعية. اليوم عندنا مدونة الطيران المدني، مدونة الطيران المدني التي كانت تعتبر، عندما نأخذ بعين الاعتبار تقييم الطيران المدني في المغرب اللي كتقوم به المنظمة الدولية للطيران المدني، كان هذا الجانب التشريعي المؤسساتي ثم الجانب التشريعي كان كيخلينا في رتب متأخرة، فكان لابد من هذه المدونة فيها التزامات ثم أيضا فيه نوع من التقييم كما قلت الدولي، واللي الآن هذه المدونة صدق عليها البرلمان، وهي التي تؤطر الآن قطاع الطيران المدني بما فيه الاستثمارات في 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 المطارات. يعني فهي مؤطرة، هي يعني مدونة شاملة وكاملة وموجهة ومؤطرة للقطاع ديال الطيران المدني. كان أيضا لابد من الاشتغال على مستوى المطارات البنية التحتية. يمكن أن أقول بأنه بدون مبالغة حجم الاستثمارات كبير جدا، قريبا إن شاء الله يعني سننتهي من تأهيل المحطة الأولى ديال المحطة الأولى بالنسبة لمطار محمد الخامس، اللي غادي يولي مطار كيستقبل حوالي 15 مليون مسافر، ويمكن لي يوصل إلى أكثر من ذلك إلى 25 مليون مسافر، ولكنه غير كافي في المستقبل. لكن الآن إن شاء الله من اللي غادي يبدا يشتغل في بداية في آخر سنة 2017 بداية 2018 ستحل جميع المشاكل ديال مطار محمد الخامس. وهذا واحد المشروع اللي كان قديم لكنه كان يعرف تعطرا كبير جدا، ولما وقعت هي المكتب الوطني وقعت انطلاقة إن شاء الله قبل كوب 22 يعني 22 سنكون جاهزين في المطار ديال مراكش باش يوصل الى 9 مليون ديال المسافرين. ثم جميع المطارات ديال المملكه، نتكلم على قلميم، نتكلم على الرشيديه، يمكن لي نتكلم على الناظور، يمكن لي نتكلم على واحد العدد ديال المطارات اللي كتعرف واحد العدد ديال الاستثمارات اللي الهدف منها ان تكون مطارات يعني في مستوى الحركيه ديال النقل الجوي اللي يمكن كتعرفها تلك المناطق. فاس انتهينا منه، كننتظروا فقط بعض الترتيبات اللي غادي يواكب ايضا الديناميكيه اللي كتعتبرها تتعرفها فاس. ثم انتهينا من المطار ديال بني ملال اللي الحمد لله الان كيعرف واحد النوع من الحركيه لا تصل الى ما نرجوه، ولكن يمكن نقولوا بالاضافه الى ذلك يمكن طورنا جوج ديال المجالات اللي كنعتبروها ايضا مهمين في المجال ديال النقل الجوي. اولا النقل الداخلي، النقل الداخلي يعني اللي كنت غنسالك ماذا عن النقل الداخلي يعني هل ببساطه هذه الحكومه ولما تحملنا هذه المسؤوليه فاتضح بانه بالاضافه النقل الطرقي، بالاضافه النقل السككي، بالاضافه النقل البحري، كان لابد كما قلنا نعطيه عنايه. ولكن لما كنا دائما التفكير في النقل الدولي،
فأردنا أن نضيف إلى ذلك التفكير في النقل الداخلي. ولذلك يمكن أن نقول هنيئا لجميع المواطنين بحيث جميع المطارات ديال المملكة مرتبطة بالدار البيضاء فيما بينها. تذكرة تقلصت 50%، 50% يعني عدد الرحال زاد بشكل كبير جدا. يعني رحلات في اتجاه الجنوب المملكة، جميع الأقاليم الجنوبية، نتكلم على قلمين، طنطان، الداخلة، العيون، وإن شاء الله كندرسوا حتى نمشيو للسمرة، ثم أيضا في اتجاه ديال يعني الجنوب الشرقي، وممكن نتكلموا على زاكورة، ممكن ورزازات، نتكلموا أيضا على الرشيدية، نتكلموا أيضا على وجدة، الآن كنتكلموا على الشمال. ثم يعني واللي خلات المواطن كيركب 50%، والدولة من خلال الجهات، الوكالات الجهوية، وكالة التنمية ديال الجهات، ومن خلال وزارة التجهيز اللي كتساهم، وزارة المالية والداخلية، كيساهموا 50%، وزدنا في العدد ديال الرحلات. والآن لاحظنا بأن الطلب يتزايد. اليوم كنتكلموا راه يمكننا نوصلوا 2 مليون ديال المسافرين المغاربة، يعني فيما يتعلق بالنقل الداخلي، واللي كيتزاد بواحد النسبة كبيرة جدا، أحيانا يصل إلى 25%. فهناك طلب متزايد. طبعا يشجع السياحة الداخلية، ولكن أكثر من ذلك أنه هذا فعلا غادي يواكب حتى الجهوية. عندما نتحدث عن الجهوية بمعنى أن الجهات ستعرف ديناميكية، إذا تحتاج إلى ربط مع الخارج، ولكن تحتاج إلى ربط فيما بينها، وخاصة مع الرباط ومع الدار البيضاء، نظرا لطبيعة الحال للحاجة إلى ذلك. ثم غادي يشجع أيضا يعني التجار والمهنيين والمستثمرين المغاربة وغير المغاربة، ويشجع حتى الأطر اللي كيتعينوا في واحد العدد ديال الجهات أن يكون عندهم في المتناول ديالهم أنهم لن يكون هناك عائق بحيث الحركة ديال التنقل. وكما قلنا لاحظنا ذلك من خلال يعني الطلب المتزايد الآن، والآن الجهات كلها كتطلب باش تكون هناك شراكات لتطوير، بل لتجاوز المرور عبر الدار البيضاء. اليوم نمر عبر الدار البيضاء، ونعتقد بأنه في المستقبل يمكننا نربطوا طنجة مع مراكش، نربطوا طنجة مع أكادير، نربطوا أكادير مع وجدة، مع الناظور، يمكننا نربطوا أيضا مع ورزازات، زاكورة، مع الجنوب. ماشي ضرورة في المستقبل، وهذه الدراسة اللي تطلقات وقريب تنتهي، أنه يمكن يكون نقل جوي متعدد الأقطاب ومتعدد الشبكات، وهذا يمكننا نجحوا فيه. بالإضافة إلى ذلك في المجال ديال النقل الجوي اشتغلنا على ما يسمى بنقل البضائع. احنا كنعرفوا في الميدان اللوجستيكي الذي تطور بشكل كبير جدا في بلادنا، ومن خلال هذا البرنامج ارد على بعض الاراء المغرضه، وهذا الشيء غادي نجيو لما نتحدثوا ان شاء الله في يعني حسب ما برمجتم من حوار حول موضوع ديال اللوجستيك، سنشير الى ارقام. فتطوير ما يسمى نقل البضائع، اليوم شركة لارام الآن طورت نقل البضائع في اتجاه إفريقيا، وبل في اتجاه غير إفريقيا. عدد من الشركات الدولية الآن تطور يعني يعني الأنشطة ديالها، منها UPS، ومنها DHL، ومنها FedEx، اللي كتطور الأنشطة ديالها في اتجاه واحد العدد ديال الاقتصاديات، وهذا اللي غادي يخلي البلاد ديالنا تتحول إلى قطب فيما يتعلق بنقل البضائع، اللي غادي يكمل طبعا النقل البحري اللي هو النقل رقم واحد فيما يتعلق بضائع، لأنه تيحصل على 95% من حركية البضائع على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. ثم اشتغلنا لتطوير الشبكة على الصعيد الدولي. خلنا نعطي بعض الأرقام اللي أمامنا. من 2012 ل2016 كنعطي هذه الأرقام. مثلا في اتجاه أوروبا انتقلنا من 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 359 يعني رحلة يعني أسبوعيا إلى 400 رحلة أسبوعيا. اللي كنتكلموا على إفريقيا انتقلنا من 270 إلى 290. كانت حدتو مثلا على أمريكا اللاتينية، انتقلنا من 0 رحلات في 2012 إلى 6 رحلات. اليوم كنمشيو ريو، كنمشيو لسانتوس. أمريكا الشمالية خاصة كندا والولايات المتحدة، انتقلنا من 15 رحلة إلى 21 رحلة. الآن بالإضافة إلى نيويورك، الآن واشنطن، وكاين موريال. ثم خاصة بالنسبة لدول الخليج والدول العربية، انتقلنا من 40 رحلة إلى 56 رحلة. بمعنى هناك تطور كبير جدا لحركتنا، مرتبطين بعشرات المطارات تصل إلى 90 مطار دولي يعني. وهذا كله كيبين الحمد لله التطور الكبير اللي كيعرفوا الحركة ديال النقل. نعطي رقم نهائي، هو أنه كنا كنتحدثوا في 2012 على 15 مليون مسافر، اليوم كنتحدثوا على 18 مليون مسافر دولي وداخلي. ربما تطمحون إلى أكثر، وهو ما سأتي إليه. هناك استراتيجية اشتغلتم عليها، وهي استراتيجية مهمة جدا، استراتيجية أجواء. أعطونا الخطوط العريضة يعني لهذه الاستراتيجية. طبعا هو الاسم يدل عليها. فإحنا كنا طبعا نتحدث عن النقل الجوي الداخلي، نقل بضائع، فكنا لابد أن نجمعها في إطار منظومة متكاملة اصطلحنا عليها بسياسة أجواء. سياسة أجواء يعني فيها أولا دائما أؤكد على الإصلاح المؤسساتي والإصلاح التشريعي، بمعنى هناك تشريعات قديمة لابد أن تراجع
ومن ضمنها كما قلنا المدونة التي أشرت إليها وتنزيل هذه المدونة، واللي هي شاملة كما قلنا من الطائرة إلى الراكب إلى المطار إلى الأمن والسلامة إلى واللائحة طويلة. فإذا هذا واحد هذا المحور رقم واحد ما سمينا نحن بالإصلاح المؤسساتي والإصلاح التشريعي أنجزه، ولكنه يبقى دائم، يعني ليس هناك أي شيء ثابت، هناك تطورات، هناك قوانين دولية، هناك مواثيق دولية. نعم. ثم أيضا المحور الثاني هو الموارد البشرية، نحن نعتبر أنه من أهم المجالات التي يهتم بها في هذا القطاع، القطاعات كلها ولكن القطاع ديال النقل والتجهيز واللوجيستيك، الموارد البشرية، فتطوير الأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، التوسيع ديالها باش تكون حاضنة للمغاربة وحاضنة للدول الإفريقية وتحول فعلا إلى أكاديمية إفريقية، وهذا ما نقوم به. ثم المحور الثالث هو توسيع، خلينا نقول توسيع القدرة الاستيعابية للمطارات. اليوم القدرة الاستيعابية كنتكلموا على 25 مليون مسافر، 25 مليون مسافر هذه القدرة اللي عندنا استيعابية، هي غير كافية لأن المغرب يتطور، والإقبال والدراسة كتتحدث على أنه سنكون سنحتاج في أفق 2035 سنحتاج قد نصل إلى 70 مليون مسافر. فإذا لابد أن القدرة الاستيعابية للمطارات تكون أكبر، ولذلك في الخطة هي أننا نصل إلى 95 مليون مسافر من خلال مطارات جديدة ومن خلال توسيع 2035. دائما هي سياسة أجواء لعشرين سنة المقبلة، وتترجم إلى خمس سنوات، مخططات ديال خمس سنوات مع عقد برامج مع المكتب الوطني للمطارات، مع الأكاديمية ديال محمد السادس، أكاديمية محمد السادس للطيران المدني، مع شركة لارام، إلى غير ذلك، مع جميع المؤسسات المعنية. فإذا هذا المجال النظر. ثم كاين موضوع ديال الأمن والسلامة، وأنتم تعلمون هذا شيء مهم، ولذلك الحمد لله يمكن نعتبر البلاد ديالنا من أهم الدول المحترمة في هذا المجال، وهناك اعتراف دولي خاصة من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، ومن خلال حتى المنظمة ديال الشركة الدولية هي اليطاع، لأن الحمد لله المغرب آمين وسليم. ثم الأجواء ديالنا الحمد لله متحكم فيها من خلال المركز اللي موجود في الدار البيضاء ديال المراقبة، ومن خلال المركز الجديد اللي غننتهي منه في نهاية السنة اللي موجود في على مستوى أكادير. هذا بالإضافة إلى أنشطة أخرى اقتصادية اللي كنعتبرها مثلا تتمير العقار ديال المطارات والمحيط المطارات باش يكون فيه عدد من الاستثمارات عند طابع سياحي تجاري تكنولوجي صناعي، بالإضافة إلى أنشطة عند طابع صناعي، بالإضافة إلى صناعة الطيران اللي كتطور واللي مشرفة على وزارة الصناعة ماشيين في الاتجاه ديال تطوير صيانة الطائرات. في هذه المجالات فيمكن نقول هي سياسة متكاملة دون أن أنسى كما قلت تطوير نقل البضائع اللي هو شيء مهم بالنسبة للبلاد ديالنا. إذن سيد عز الرباح وقت الحلقة انتهى، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات والأجوبة. أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم، وأدعوكم لمتابعة هذه الحلقة على موقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وإلى حلقة مقبلة بحول الله.